نورانا في الاستوديو الاخصائية النفسية انجي رفعت اللي هتقول لنا ازاي نتعامل مع خوف الاطفال وهل صح اللي احنا بنعمله. انجي نرحب بيكي اولا، منورانا بجد، منورانا ميرسي. احنا اللي بنعمله ده صح؟ ان احنا عشان نخلي ولادنا تنام نقول لهم امنا الغوله او يعملوا اي حاجه عايزينها بقى، مش شرط النوم. اه بالظبط، هو مش شرط النوم فعلا، هو عامه الاهالي يذاكروا يعملوا حاجه انا عايزاها فاقوم مهدده بامنا الغوله. بالظبط، ابو رجل مسلوخه. بالظبط. لا طبعا ده مش صح، عشان هو فعلا ممكن يسبب فوبيا او خوف زياده، وممكن يخلوهم يخافوا من الحاجه اكتر بطريقه مختلفه. يعني ممكن يخليهم يتخيلوا الموضوع بطريقه اكبر، يعني مثلا زي لو بيخوفوهم لو ما دخلتوش تناموا دلوقتي هيطلع لك المونستر من الدولاب او الاشباح او كده، هيخليهم يخافوا من الضلمه، هيخليهم يخافوا ان هم اصلا يخشوا الاوضه بتاعتهم بالليل مثلا. ممكن يتاثر على النوم بتاعهم ويرجعوا يشتكوا. ايوه، ويرجعوا يشتكوا ان الطفل مش بيرضى ينام لوحده وبيجي ينام ما بيننا. دي دايما بيشتكي منها الاهالي. ممكن تزود الكوابيس، خياله بقى وسع. انا اللي عملت هو هيضيف بقى، هو هيضيف خياله، هيضيف له. فبالتالي الموضوع ممكن يوصل لقلق زياده او انكزايتي وفوبيا طبعا. والفوبيا دي ممكن تفضل معاكي لحد ما تكبري، يعني تفضل مع الطفل لحد لما يكبر. ممكن متأثر بحكاية او يعني موضوع اتحكى له وهو صغير او تهديد او حكاية. بالظبط. تأثر عليه ازاي؟ يعني ايه ابعادها لما يكبر؟ تخليه شخص عامل ازاي؟ بصي، اول حاجة انا عايزة اشرحها انه مش كل طفل هتأثر عليه لحد ما يكبر. في اطفال ممكن تأثر عليهم لحد ما تكبر، تعمل لهم عقدة كبيرة او انكزايتي جامدة او فوبيا. في اطفال ممكن لا، زي مثلا في اهالي كتير قوي بيقولوا ما احنا كلنا اتعلمنا او اتهددنا بالطريقه دي وطلعنا كويسين. فمش كل الاطفال هيتاثروا جامد قوي كده. خلينا في السيف سايد او في الامان. بالظبط طبعا. طبعا اكيد ما نخاطرش. لا بالظبط، ما نخاطرش، بس انا بتكلم على الاهالي اللي ممكن يقولوا لا ما فيش اي مشكله من الموضوع ده. فطبعا لما بيكبروا ممكن تاثر عليهم انه يبقى عندهم سيفير انكزايتي، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو التنفس زياده، اللي هو التوتر الزائد. او بقى فوبيا اللي هو مستحيله، اللي هو ما مش هيرضى يخش اوضه ضلمه، مش هيرضى يركب مثلا لو في فوبيا من العربيه او من الاشباح او كده، هتفضل معاه لحد ما يكبر وتبقى ديس اوردر. يعني